الناس ينظرون اليوم إلى السماء وكأنها ليست بسماء، ينظرون إلى الإبل وليس وكأنها ليست به، ينظرون إلى الجبال لا يتفكرون. والله جل وعلا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. التفكر يورث التذكر، التفكر يورث الخشية، التفكر الحقيقي وصف الله جل وعلا به أولياءه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهم أولو الألباب. ما أجمل ما قال الحسن رحمه الله. الحسن البصري كان عظيما في كلامه وفي تربيته وزهده وتعليمه. أبو الحسن البصري ماذا قال؟ قال رحمه الله: عاملنا القلوب، يعني لإصلاحها، عاملنا القلوب بالتفكر، عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. يعني التفكر أورث القلوب التذكر، تذكر الله جل وعلا، تذكر الآخرة، تذكر حق الله جل وعلا. فرجعنا، هذا تمام كلام الحسن، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. وهذه يعرفها من جرب. لهذا ينبغي لك أن تكثر من التفكر، تكثر من التفكر في الآخرة، في الجنة، في النار، في الذين ذهبوا، في الموت، في ملكوت السماوات والأرض، في حق الله جل وعلا، في صفاته. تعامل القلوب بالتفكر، فإذا عاملت القلب بالتفكر سيورثك التذكر. فإذا تذكرت وعظم قلبك في خشية الله وتذكره، ارجع مرة أخرى فتفكر، فسترى أنه فتح لك باب من التفكر لم يفتح لك قبل ذلك. فارجع بهذا على هذا، فسيؤول الأمر إلى قول الحسن: فإذا وحركنا القلوب بهما، يعني بالتفكر والتذكر، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. لا أريد أن نكون من أهل الغفلة، من الذين يرون خلق الله جل وعلا ولا يتفكرون، يرون السماء ولا يتفكرون، يرون الأرض، يرون الموت ولا يتفكرون، يرون آيات الله جل وعلا ولا يتفكرون. وهذا لا شك أنه صفة المعرضين. وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الإعراض عن الدين، الإعراض عن التفكر، الإعراض عن التأمل، الإعراض عن الاعتبار، هذا لا شك يجعل القلب تغشاه الدنيا والذنوب.